في جبينك كده شفت، والله العظيم اللي بقى جبايلكم ده يتشتتوا يخشوا في القبائل زي الهنود الهمر الزابوا مع الامريكانيين، اللي يذوبوا في القبائل اللي يذوبوا اللي يذوبوا والله يكون وصمة قهر. هيا يا زول لازم تكون كده، ما تتعايش ما حسي بكره ده، بس بكره ده انتوا شغالين شنو؟ بكره ده وحسي اللايف ده موجود قاعد في تشات، وبكره عادي ممكن الناس من تشات يقطعوا يمشوا السودان. طيب ما انتوا الناس سمعتوا اللايف، اذا كان انترنت في السودان ما في، سمعتوا اللايف ده انتوا الناس اللي قاعدين في تشات، ارجو للناس اللي في دارفور والروم من بكره القوي يقعد والما قوي طوال يشيل بوجهه يمشي القذارف، انتهى الموضوع. تقعدوا ما تجوني تاني انا في اللايف، الله يرضى عليكم يا جماعه بالله عليكم. انا والله بشكركم جدا ودعمكم لي وشيركم واي هداياكم وتحيه لكم، وانتوا اصلا ما دارين تفهموا، انا ذاتي ما دايركم تفهموا، وما تجوني يا جماعه بالله عليكم، عليك الله بالله عليكم ريحونا، ريحوا دماغنا، الفهم فهم والما فهم ذاته انا ما داري افهم. الدير يموت يموت والدير يحرق يحرق، وده ما مشكلتي انا يا زول. انا بوريك الليله بكره الصباح تنفذ طوالي واحد ذات الجيش ده بيسمع اللايف بنفذ طوالي، بكره الصباح نجيب لكم فيديو نقول لك انا امس اتكلمت كده ناس الجيش هسي ينفذوا كده. انا الشمالين بنفذوا طوالي سلحوا طوالي وشاروا سلاحهم وحجموا طوالي. ناس شرق السودان بنفسه طوالي، ناس جبال النوب والنيل الازرق بتنفيس وقتي، انتوا بس يا ناس دارفور وجع القلب لا قادرين تشردوا تفوتوا مره واحده، ولا قادرين تحاربوا تطردوا الجنجويد، وبس بيك بس تتباكوا بس، ومشكلتكم دي تنسوا على الليله، بكره تتعايشوا مع الجنجويد، بعد بكره يجي يطلع ميتين اهواركم، تسووا دكاكين وتقودوا تكفروا بالطيبه الوهميه وما اعرف طوب وهمي وبيوطين وهم وتكون فيه بضاعه وتخلي الحرب وتقول خلاص انا احنا دايرين نستقر ونرجع اوضه طويله وبتاع ولسه الجنجويتي قاعد. انا بستغرب جدا يعني. اما في ناس في دارفور فهموا وشالوا سلاحهم والله اكبر على الجنجويت ودينه دين حجر، والجنجويتي ده نهايه شفته لو خش الجنجويتي لو خش النار الجنه هو بخش النار. كلامي ده استوعبتوه؟ استوعبتوه. ما استوعبتوه؟ ما تدق لي تلفون. لو انا شفت ثاني زول قاعد يدق لي تلفون لك 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 طوالي بطلع من الواصابات دي، بحضر الواصابات بجي اللايف بقول كلامي وبفوت من اللايف ما عندي اي واتساب، بحضر الواتساب عندي ايمو بتواصل مع ناس محددين زول نفر نفرين، الايمو ذاته فيه نفر واحد بس، النفر الواحد ده بتواصل معه والموضوع انتهى، بشيل الواصابات برا عشان ذات وريها. وشكرا لكم وكتر خيركم لدعمكم، وانا كمان اللي قدرت اوصلها دفعت الخالي والنفيس واكلت من لحم جسمي ده خلاص، اذا دي رسالتي انا وصلت. بالله عليك الله، ناس قاعدين في بيوت ناس بيفتكروا انه نفسهم هم رجال، طردوا الناس من بيتهم وطردوا الاطفال وطردوا النساء وهم قاعدين في بيوت الناس، ما في راجل ورجال بيقعد في بيت زول، ما في ابدا راجل ورجال، ديل لا عندهم شرف ولا عندهم دين ولا عندهم كرامه، وهم رمم واهلهم رمم قبائلهم رمم وامهاتهم رمم وحباباتهم رمم، وديل والله الشيطان اشرف منهم. نحن لا يمكن ما عندنا سوداني بيحتل بيت زول وبقعد فوقه وبيتصور فوقه، ده نحن ما عندنا دولة اخلاق سودانيه، نختلف نتفق اخلاق زي ده نهائي هنا ما عندنا اخلاق زي لا موضوع بتاعك لك الله موضوع ما خلاص انت ارجع الله يفتهد يا اسمع ارجع الله يفتهد بعدين اسمع موضوع بتاع المسيره انت لو جيت حسي اسمع وتهد انا اتكلمت ما فيه والكفايه، واي زول دق لي تليفون داير يتكلم معي خير اللايف ده انا بحظره وانت ذاتك بحظرك الجماعه عشان الكلام ما يكون ساكت. يلا مع السلامه، حظر طوالي تجي تكتب لي مستريه ولا بطيخ ولا بحضرك طوالي. اللايف ده فيصل بيني ما ادري دول ايش كده، اللايف ده بلخص دارفور كله بس، اللايف ده شاهده وما تدق لي تليفون، الله يرضى عليك ريحني وانا رسالتي وصلت قدر اللي بقدر لي وبس. ده المشكله بتاع دارفور كله ولخصناه هنا في اللايف ده بس بالتحديد. لايف ده شفته بس لايف ده لو ما فهمته انا ذاتي ما قدرت تفهم ولا حتفهم ليوم الدين لو قريت جامعتك سفر.
طيب الجنجويد قاموا، الجنجويد قاموا يا زول، قالوا داري يحربوا كده يعني، داري يتخارجوا كده يا زول، داري يتخارجوا كده. فهم انا رسلت رساله عشان تعرف يا جماعه، والله انا بصراحه يعني ناس الجيش ديل قاعدين في اللايف، وناس الشرطه والامن قاعدين في اللايف وبنفذوا التعليمات حقي، عشان كده انا مبسوط منهم جدا يعني ناس شركه، الشركه شفت الشركه يعني تمسك كده من واد مدني والخرطوم وانت ماشي شرق السودان ده، الناس بسموا الكلام، بسموا الكلام والله العظيم، وبنفذوا الكلام بحذافيره. الكلام اللي انا بقوله لهم، انا قلت لهم فتشوا البعصات فتشوا، اقبضوهم قبضوهم، فتشوا القروش فتشوا، شيلوا منهم شالوا. قلت لهم لو في زول لبس مدني الجنجويت ظاهر زي الفول المدمس، اقبضوهم، ما في جنجويت ده مين تتكلم ما لهجته ما لهجه سودانيه، اقبضوا طوالي. فالجنجويت قام مله سكاكين ولبسه مدني، قالوا ده يمشوا، كشفوا لهم كده، قال لهم تعالوا انتوا جنجويت صح؟ قبضهم طوالي، قبضهم. قال لي في واحد قال لي قالوا ماشيين شندي. ماشيين شندي يسوي شنو؟ ها؟ قال بشوم لك انا ذاتي ما عارف لابسين كيف وبتاع وبشتنين وبتاع، قال ماشيين شندي، شندي ماشيين يسوي شنو؟ ماشيين شندي يسوي شنو؟ الجنجويد الله اكبر عليه، الله اكبر عليه يا جنجويد، الله اكبر عليك يا جنجويد. طيب نختم اللايف ده الساعة كم؟ 11 12 12 الا 10 نقفل اللايف بعد ده، ال 10 دقيقة دي نقفل فيها اللايف، وتحياتنا لكم. اللايف ده بعد ده يلخص الموضوع، لانه انا الليلة زعلان زعل شديد، بالذات اكثر حاجة الشيء مزعلني موضوع بتاعت مسردة، موضوع بتاعت مسردة حارق انفشفاشي حريق، انتوا ما تعرفوا والله، بس ما تركتها غلط، غضبان غضب يعني 20 نفر بس، 20 نفر بس يعني مسيرتي دي كلها ما يقدر يطلعوا 20 نفر بس عشان يمشوا للجيش، والجيش فاتح لك صدره وابوابه، والحرب ده حرب بتاعت كرامه، 20 نفر بس ما يقدر يمشوا للجيش، 20 نفر بس. مستري ما بالضروره زول يطلع من مستري، في زول قاعد في الخرطوم تابع لمستري، في زول قاعد بالذات الناس اللي قاعدين في امريكا ديل ثلاث ارباعهم يمكن من مستري. طيب ناس مسترين قاعدين في امريكا ما قادرين يتواصلوا هناك مع 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 مع, مع الجيش، الناس اللي قاعدين في ناس مسترين قاعدين في فرنسا ما قادرين يتواصلوا مع الجيش عشان ينقذوا حالهم في مسترين، الناس اللي قاعدين في القضارف هم مسترين ده ما الناس جزء من الناس القضارف ده من مسترين ما قادرين يوصلوا انه يقدروا يحموا حالهم، الناس اللي قاعدين في الخرطوم ده جزء منهم كبير من مسترين، والناس اللي قاعدين في الجنينه وفي نياله وفي الفاشل كويس وفي فاشل وفي زالنجه من مستري ما قادرين 20 نفر يطلعوا عشان يقدروا ينقذوا اهلهم، يمشوا للجيش يجيبوا اهلهم زي ما قالوا وزير الدفاع المكلف ياسين ابراهيم، قال اي زول عسكري يعني يجي يشيل بندقيته ونمرته وبرغم الوطن تشيل بندقيتك تمشي تحمي نفسك ما قادرين. الكلام ده انا بوجعني وما غصني ما غص، عشان كده يا جماعه الزول الدق عليه التليفون ده لوم نفسك بعد ده، ممكن في قضايا عامه معلش، لكن موضوع ده انا بلخصه لك، يا تموت وتقفل قدومك، يا تشيل بقجتك تفوت وانت عندك سلاح قوي، يا كتبت الجنجويت يا كتلك، موضوع انتهى. طيب نشوف نختم اللايف ده بعيسى، عيسى والدبوك. اجل الله معك بقى، لان الكلام ده كبار كبار والكلام ده فوق شغل درادين درادين، كتروا شير الله كتر لكم حسناتكم. فشوفوا يا ناس الان مستحيل زي ما قلت لكم طرابوره وجنجويد الشحم والنار والزول القتل امك وقتل ابوك، مستحيل تقدر تقعد معه والله دي حميتي. الان زي ابو زي ابو نشوك، تعرفوا ابو نشوك؟ ابو نشوك ده لا بتقدر تحضنا ولا بتقدر تملس في ظهر نهائي، لان عندي شوك زول بتقتل امي وبتقتل اخوي وبتقتل عمي وبتنهب وبتحرق قريتي، معقول انا اجي اقعد معك؟ مستحيله. طرابوره ده لا دوم يا جماعه، طرابوره ده الحركات المسلحه دي المسميات الاولى كانت في دارفور بالتحديد، الجنجبيل دي لازم دي الناس عميدي دي اللي بيسموهم الدعم السريع حاليا دي، لكن انا شخصيا ما قلت لها طرابوره ودي الجنجبيل، ما بعرف لكم اي اسماء ثانيه زي ما بدوها تبدوها. واحد وجود حميتي يا جماعه، وجود حميتي على قياده المجلس العسكري ولما بالبشح، ووجود قواته في القياده العامه اول حاجه في المقام الاول دي استفزاز القوات الشعب المسلح،
نمرة اثنين، دي استفزاز للضحايا حق حميتي من أبناء دارفور ومن أبناء كردفان. وجود حميتي في القيادة العامة ووجوده في المجلس العسكري دي استفزاز مباشر للضحايا البيقوا ضحايا للحروب من أبناء دارفور وأبناء كردفان، والجزء الأكبر بيتخصص لأبناء دارفور لأنه هم الضحايا الأكبر بالنسبة لحميتي. المعارف يعرف الضحايا الأكبر بالنسبة لحميتي هم أبناء دارفور. وجود حميتي ووجود مليشيات ذي الجنجويدة ذي في القيادة العامة ده استفزاز واضح، ده استفزاز واضح، ومستحيل نصل لسلام ومستحيل نصل لاتفاقية نهائي مهما كلف الأمر ومهما كان، مستحيل نصل لاتفاق ونصل لاتفاقية. ولحد أي زول الآن شوفوا القيادة العامة دي، شوفوا القيادة العامة دي الآن من حق أي زول من أبناء دارفور أو أبناء كردفان يتضرر من حميتي يستفز الجنجويد حق إنه في القيادة ذي ولا يقطع عين واحد زاد بأي جزاد يقطع عين واحد. يا جماعة أنا زول قتل أمي وقتل أبوي واغتصب أختي وسرق بلدي وحرق، معقول أعاين له وزي ذا أشوفه زي ذا شربيه ويحميني ولا شربيه من حولي؟ والله مستحيل، والله مستحيل، إلا قلبك ده ما قرب رأيي، لكن قلبك ده كان قرب رأيي والله كان بيجي جبال ما بترضب الزول ده. دي الحقيقة الناس ما قاعدين نقولها، لكن الليلة بقولها لك ما أقول له والله فات ردم شليخ جليخ أي حاجة ذاته. دي الحقيقة ما عارفين أعرفوها، دي الحقيقة ما عارفين أعرف. رأيك شنو يا صاحبي؟ ها؟ ها؟ قال لك زول يغتصب أمك وأخواتك لا يمكن تبعد معه. 2018 الكلام ده، والكلام ده مسح اللايفات لكن مقطع وموجود وقاعد. تمام؟ ده ما أنت وقلت لا يمكن نوصل لسلام وسميتهم جنجويت وقتلوا مجرمين يا ودا. إيه الكلام ده تودي وين؟ الكلام ده كده قاعد لك في حلقومك، قاعد لك في حلقومك عشان الجنجويت يعرفوا حقيقتك، عشان يعرفوا حقيقتك والشعب السوداني يعرف حقيقتك.